عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله ورعاهما مساء اليوم جلسة مباحثات رسمية موسعة بقصر الوطن بالعاصمة أبوظبي. وفي مستهل الجلسة ألقى جلالة السلطان المعظم كلمة. أخانا العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد، أصحاب السمو والمعالي، إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون هنا في أبوظبي وأن نعبر عن شكرنا وتقديرنا لشخص سموكم وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما نعبر عن شعورنا بالارتياح الكبير للشراكة الاستراتيجية البناءة التي أطلقنا فصلاً جديداً مشرقاً منها خلال زيارة سموكم لبلدكم الثاني عمان، وما نتج عنها من مشاريع استثمارية استراتيجية وتعاون وثيق في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين. ولقد وجهنا أعضاء حكومتنا بمواصلة العمل الدؤوب مع نظرائهم لدى الجانب الإماراتي وإيلاء الأولوية اللازمة لمجالات التعاون الحيوية، كما نشيد بالتزام المسؤولين في البلدين بتحقيق رؤيتنا المشتركة على أرض الواقع من خلال البدء في تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات استراتيجية وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها، وكذلك تدشين مشروع سكك الحديد لربط سلطنة عمان بشبكة قطارات الإمارات والربط الكهربائي وغيرها من المشاريع. اسمحوا لي سموكم أن نسجل دعمنا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين سلطنة عمان ودولة الإمارات، فإننا نتطلع إلى مستقبل بآفاق أرحب من التعاون والتقدم في شتى الميادين السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ونحن على يقين بأن نتائج هذه الشراكة سوف تساهم في نمو اقتصاد البلدين وتحقيق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين. لقد سجلت هذه الزيارة فرصة تاريخية للاحتفاء بمسيرة العلاقات الطيبة بين بلدينا، وأسست لانطلاق مرحلة جديدة لمستقبلها الواعد بمزيد من النماء والازدهار، كما دلت على ذلك الرؤية المشتركة التي سيعمل عليها البلدان في المرحلة المقبلة. صاحب السمو، إنما يربط عمان ودولة الإمارات من أواصر حسن الجوار والتاريخ المشترك ليدعو للارتياح والرضا لعمق الوشائج ومتانة التعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، فحسن الجيرة بيننا هي من نعم المولى علينا وسلوك حضاري نشدد عليه، وندعو به كافة الجهات المعنية الرسمية والشعبية في البلدين إلى صونه وإعلائه والعمل عليه تحقيقاً لمقاصدنا المنشودة والمشتركة، سائلين الله جل علاه بأن يعيننا على ذلك، إنه نعم المولى ونعم النصير. أخي سمو الشيخ محمد، نجدد لكم شكرنا العميق لهذه الدعوة الكريمة والترحيب الحار الذي حظينا به، آملين استمرار الزيارات المتبادلة والحوار البناء توطيداً لمزيد من الروابط والعلاقات بالتعاون بين بلدينا.
مع خالص أمنياتنا لشعب الإمارات الشقيق. والسلام عليكم شيخ محمد ورحمة الله.